إن المدعو لمين حداد كان يظن أن نفوذه سيمكنه من تزوير والتلاعب بمستندات قانونية. حكمت المحكمة حضورياً. سيد القاضي، المتهم بريء وأنا عندي دليل براءته. ما عنديش دليل براءة المتهم، أما عندي ثمن براءته، مليون دولار باسمك. حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم لمين الحداد وعدم سماع الدعوة. يعني حتى ما شاف القتل، حتى اسم الطفلة حد ما يعرف. مدام ليلى، مرقة فيك مدام. حد ما حبه أكثر مني. سمعت بيك تلوج عليه، ما فهميش علاش باش نجيك للمركز. باغ كونتخ ما يقلقنيش كي نشوفك. تفضل ادخل. قاعد نحقق في قضية كبيرة. أكبر منك. سامحني ما في باليش عندك بيبي. خرج قبل ما بو يجي. بو مات. أنا في بالي اللي كانت مساعدتك كي كان يسافر يقعد مدة طويلة غايب على داره. باش تاخذ راحتك مع مرته. مدام ليلى. أمينة؟ فما واحد اسمه يوسف يحب يحكي معك. حبيت نعرف كانت نجم تمشي بحذا بابه شوية. خاطر أنا باش نبدأ في الخدمة. شي نخدم؟ خدمة العشرة متاع الليل؟ مالك شنو الحاجة اللي ما تنجمش تقولها لي في التليفون؟ الطفلة متاع المحكمة. طلعت تعرف؟ اش تعرف؟ تعرف اللي ما بيناتنا. أمينة خايفة تطلع في بالها لأن احنا درسنا الأوراق واللي عملنا القضية هذه الكل بين دخل وراشك الحبس. جي فريمون ديزولي أما الوالد ما عادش مازال برشا. الدنيا ربح وخسارة، قداش من محامي كبير وخسر قضيته. بركة فيك يوسف وربي صبرك. صاوا الحفلة وصلوا. عايشة وقعدوا تفرجوا فيها مع بعض. هل نخلص فاتورة بابا؟ بركة فيكم يا ولدي. الفاتورة خالصة. شكون خلص؟ مدموزيل أمل. يوسف حيته كل ذراعك اليمين. أكيد عنده تفسير الحكاية اللي يعمل فيها. نهار روح سكران للدار، القومي وحدها تخدم على روحها، واستفعل فيها وعينيا تغزر. قتلته؟ حبيت، أما ما نجمش نقتل بولدي. سحبت رجلك شلت علينا تصاور وكان تلزم بوليسين نمشيو للفينجا. ريت تصاور، ليلى حداد وملك بن جعفر. توحشت البيت عندك. دخولك وخروجك كثر يا هند. تحبني نعدي لك اللي بكيته واللي حسيته الكل؟ اشتغل برشا برشا عليا. تعرفني قديش نحبك ونعزك. أنا جبت زوز أولاد، أحمد وأمين. أمل طيف مش بنتك؟ كيفاه ما لقيتوهاش؟ وين مشيت لبراعة طارت؟ حسيتها ماهر، باش ما نقولش كلمة أكبر. أنت باش تمشي تروح لدارك لين قال قضية أخرى تشدها. عندك صدام معكم. انت مورد في التستر على المتهم الاول في القضيه 460. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، إن كل المعطيات تؤكد وجود علاقة وثيقة بين السيد يوسف إسماعيل والسيدة أمل الطيف المشتبه بها الأولى في القضية 460 في مقتل لمين حداد. وكما هو مثبت بملف البصمات، إن بصمات يوسف إسماعيل تملأ شقة المشتبه بها التي هربت، وهذا ليس بالدليل القاطع الوحيد. فالسيد لم يكن يتردد على منزلها فحسب، بل كان على اتصال دائم، وقد قامت أمل الطيف بزيارته لتأدية العزاء. كما أنه توضح حسب المستندات الموجودة أمام حضرتكم أن أمل الطيف هي التي تكفلت باستخلاص مصاريف العلاج للمرحوم والده في المستشفى المركزي. سكيت، مصدلكم.
مما يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الضابط الذي حقق في الجريمة والمدعوة أمل الطيف، وهذا ما أثار شكوك النيابة وجعلها توجه التهم للسيد يوسف إسماعيل، وهي تهمة الاشتراك والتواطئ مع المدعوة أمل الطيف في جريمة القتل. وشكرا. شكرا للنيابة. السيد يوسف إسماعيل، مادامك اخترت باش تدافع عن نفسك بدون إنابة محامي، فما هي ردودك على التهم الموجهة؟ سيد القاضي، حضرة المستشارين، الكلام اللي كانت تقول فيه النيابة كله صحيح. سكيت. أنا تقربت الأمل، زرتها أكثر من مرة وخرجنا مع بعض، أما ذي كانت خدمة، طريقة عمل، استراتيجية كنت أتبع فيها، كان أقيب على قضية نتصور في أتم الأهمية والحساسية. ما كنتش نجم نتبع تحقيقات روتينية مع المشتبه بها، كنت لازم نتقرب لها، نحكي معاها، نسمعها. بالفعل ذكر صار، عمل أعطتني ثقتها، حكيت لي على حياتها الشخصية، حكيت لي زاد على معلومات تهم القضية، من أهم سيد القاضي دليل براءة لمين حديد في القضية 460 اللي يمس بسمعتها وشرفها. كنت عارفه كان انت وياه، اما اليوم انا ثالثكم. بعد ما طلعت على الوثيقه ذايا عرفت اللي مش كان سمعتها هي باش تتمس، اما سمعت برشا ناس اخرين. مش هكا سيد القاضي؟ كيفاش خدني نعرف؟ تصورنا سي سيغ، تصورنا تعرف يوم القاضي قاعد. كان جمال تصورنا، لا انا ما استنيش حتى لتو باش يسلم.
كنت تخاب انا بشكل استنى حتى يحطونا الملوت في دينا يتكلم. الطفلة هذه لعبت بينا الاثنين عدت علينا، لازم نكون وليد في اليد. شوف انا باش ناجل القضية ونخليك انت في حال صراحة، وزيد فوق هذا باش نطلب منهم باش يرجعوك لخدمتك وتتلاقى انت بالقضية كما قبل، وهكذا نكون منعتك بالتهمة اللي لصقوها لك. ما منعتنيش انا، انت منعت روحك، منعت سمعتك ومصلحتك. خلينا نقولوا مصلحتنا الاثنين متفقين. جوزيف الو مسار شادي. مسار شادي لاباس؟ اوكي هاي مبروك. لا عايشك. سلام مادموزيل. سلام. استناني هوني نمشي نعمل طلع على المحضر. وي وي لا لا وي الي الي اي توا مولي التليفون ابرتي قول انا عاود كلام. لا 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 سي اورجون كوا اورجنتي باي. الو وي هاني جاي هاني جاي. لا غير الماريز النمسا تشيكوسلوفاكيا بولونيا تو دخل لفرنسا اش بزاف شي جي بولونيا. وي وي لا لا وي الي الي اي توا مولي التليفون ابرتي قول انا عاود كلام. لا 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 سي اورجون كوا اورجنتي باي. الو وي شنو هو بيبي هاني جاي هاني جاي. مانيش باش نسالك شنو حكيت انت والقاضي باش يبدل القرارات بالطريقه هذه، مهم انت معنا. ما هذا ما يعنيش انت مغلطش، انا زاد عملت برشا غلط قبل تحطيت في الموقف هكا، أما في ساعة فهمت اللي الخدمة هذه زعما قلب كسح، ولا أنا جيت على برا ماك العام. أبداو صفحة جديدة وردوا بينا في الخدمة أكثر من هكا. فهمنا؟ صفحة جديدة؟ أما المعنى عليها حتى خبر. ما نعرفوش عليها وين مشيت. إيسا سخا با بور دومان. خلينا نبداو تو. نبداو بليلة ومالك. هند. نبداو بهند.
كيفاش صارت الحكاية؟ مانيش عارفة، مروحة كالعادة من القراية في وقتها دخلت لي حوايجها مقطعة بالحمرا أسرق وشعرها مريش وحالة عليلة. قالت لك شكون عمل فيها العملة؟ ما قالت شيء. شكون هذوما؟ حبيت تعرفهم؟ الحومة؟ شكون؟ طفلة مصدومة حتى الكلام بتنجمش تتكلم. بنتي مصفوعة. احكي معاك بنتي تمست؟ استنى شوي خليها تزيد ترتاح عصى على ليلى لازم تكون طريق أخرى وذينا لازم تكون في دارها من غير ما تحس. لازمنا نحطوا ميكرويت. أما كيفاش؟ هند المرأة اللي تخدم عندهم متعاونة معنا هي الوحيدة تنجم تحطها من غير ما يفطنوا بها حد. أما لازمني نقنعها. والمحامي شو عملنا فيه؟ أنا حليت عليه الكتاب قعدت نصف الناس اللي دايرين به الكل ليونات قاعدة إذا الفيغسيغ متاعه كلهم متفقين على نفس الحاجة. ترمالك بن جعفر مستعد يعمل كل شيء باش يربح قضية رشوة تهديد فالسيفيكاسيون دو بروف يشري شهود يمكن يوصل حتى الأبعد من هكا. هذا بخلاف حياته الشخصية سيت ان كوغور دو جيبون ما يرتي شيء. هذا الكل وما شادين عليه حتى شيء نجم يورطه خبيث ومحاسبي يقرأ حساب كل خطوة أما ما عنده مين يوصل. أهلا. شو عمال يوسف؟ لاباس. سألت عليك دوران؟ قلت لها من البارح باش ناخذ نص نهار كونجي حتى اللي في غزان تاع مدام كنزة حضرتها الكل وتوا هاني جيت راه في جديد بقى على حاجه اخرى. عسلامه. عسلامه مدام دراهم. شكون برا عاد ان شاء الله يصيبنا توا هذا. انا طلع ماشي لدره مش ليك انت. اما بيزار معناها ان 48 ساعه جي مارتين كانك عليا ان شاء الله يتلهي بدره ويختنين تتلهي بيه هي بلوتو سي في لوجيك باقي مدى ودنيك انت تسمع. نسمع فيك مفهوم. شكون؟ حد غلط في النمرو. بين الوخا يحكي نجم شي توصفولي عاش بنتي تتكلم كل لحظة ضايعة وانتي ساكتة تقوي فرصتهم باش يهربوا. تتكلم
حاسس بيك وعارف اللي انت تعبه ومصدومه، اما مانيش سكت وحقك نخذولك انا بيتي. ما قالت شي في غيابي؟ كلمه ما نطقتهاش. انا جيت وياك هكا تبكي وترعش. مش لقيت مشكيه في البوست. شكون مش لقيت مشكيه؟ شكون؟ اللي تطلب فيه سيادتك صعيب نعمله. كان فيق بيا مدام ليلى. ما تفيقش بيك وحتى كان فيقت بيك حتى حد النجم يعملك حاجه قدامك في حميد الامن. وكيف انت دوب ما هي تخرج من الدار انت تركب الميكرويت شو مظهر شكون شفتن بيك؟ شو ما دمعمت انا نذكرك اللي قلت لي سلامين الله يرحمه كان باهي معاك وناس طيبه. صحيح. كان ما تحبش تعمل على خاطرنا احنا عمل على القليل على خاطره. قلت les filles vous le savez peut-être pas mais aujourd'hui c'est la dernière fois que je vous vois. Ça me rend triste de plus vous voir, mais j'ai dû vendre l'atelier. Je suis triste aujourd'hui, mais je suis aussi heureuse d'avoir travaillé avec vous toutes, et d'avoir formé de vrais artistes et des gens sur qui on peut compter. Et aussi, je suis tellement fière de mon successeur, celui qui va me remplacer, celui à qui j'ai vendu cet atelier, qui a travaillé à Londres. Je vais vous le présenter maintenant, mais sachez que je me suis habituée à vous et que j'ai adoré travailler avec vous toutes. Et le voici, Monsieur Semigara. Ne te fais pas de mal, j'ai confiance en toi. يوسف من أهم الديتكتيف اللي عندنا في البلاد. واضح. نعاود نكلمك بعد. سي نبيل سمعنا من زملاء من بوست آخر اللي سي مالك بن جعفر اليوم قدم شكاية لبنته تعرضت للاغتصاب. قدم شكاية بحد معين؟ لا. عطاك الأوصاف نتاعو. مالك بن جعفر من النوع اللي كان المجرم اللي استفعله في بنته يدفع له اتعابه يستعد يدافع عليه ويخرجه براءة بالدرجة هذه؟ أكثر من هكا. وين كنت؟ مشيت لشاكيل كلمني لقام الفان اللي تحب عليه جبت لك عبا وجاكي يبعث دبوزة واحدة قال لك ذويقة كان عجبك تو يبعث لك الغيزغف نتاعك كالعادة هزها حلة حاضر وجيب لي كيس زوز كيسين ما تخافش علي انا عندي ثقه فيه يوسف من اهم الديتكتيف اللي عندنا في البلاد واضح نعاود نكلمك بعد سي نبيل سمعنا من زملاء من بوست اخر اللي سي مالك بن جعفر اليوم قدم شكاية لبنته تعرضت للاغتصاب
قدم شكايه بحد معين؟ لا، عطاك الا صاف نتاعو. مالك بن جعفر من نوع اللي كان المجرم اللي استفعله في بنته يدفع له اتعابه يستعد يدافع عليه ويخرجه براءة بالدرجة هذه؟ واكثر من هكا. وين كنت؟ مشيت لشاكي كلمني القام الفان اللي تحب عليه جبت لك عبا وجاكي يبعث دبوزة واحدة قالك ذويقة كان عجبك تو يبعث لك الغزاغ نتاعك كالعادة هزها حلها حاضر وجيب لي كيس زوز كيسين I've got you under my skin, under my skin. I tried so hard not to give in, yeah. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin, under my skin. Yes, I've got you, oh, under my skin. Anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeat in my ear. Don't you know you fool? No, 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 you never can win. Use your mentality. Each time I do, just a thought of you makes me stop just before I begin, because I've got you under my skin, under my skin. Yes, I've got you, oh,
my skin, under my eye. مش يكبر ما غير بو زعما شكون عنده مصلحة بموت. حطيت عين في البنك اللي فيها الحساب بتاع ليلى. قاعدة تحضر في حاجة. أنا وين؟ مدام ليلى حداد معاه.